وقفه يعني. يلا 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 تعالى. الرئيس ربنا يخليك لينا يا باشا. أخيرا عائلة جورج وسوف تكشف حقيقة طرد عادل إمام من عزايا وديع. هل أسلم الفنان جورج وسوف على يد عادل إمام؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. أخيرا عائلة جورج وسوف تكشف عن حقيقة طرد عادل إمام من عزايا وديع. يأخذنا الواجب الصحفي بنقل الخبر في كثير من الأحيان بعيدا عن التعاطي مع الخبر الصحفي ذاته، خاصة إذا كان الخبر له علاقة بالفقد أي الموتى، مثله مثل ضحايا الحروب والمجاعات والتي يتعامل معها الإعلام وتنقلها نشرات الإخبار على أنه ربما أرقاما مجردة. فهناك الأقل عشرات الأشخاص مصرعهم في الحادث الفلاني، هناك راح ضحية العصر الفلاني مئات الأشخاص، أرقاما وأرقام، رغم أن الرقم الواحد منهم قد يساوي حياة كاملة لدى ذويهم. لا يدوم ذلك أمر كثيرا، فبعدما تأخذ دورة نقل الأخبار وجراها يتخذ الحس الصحفي خطوة للوراء، ويبدأ الوعي والحس الإنساني في الإدراك بأن الفقيد ليس رقما مجردا في خبر، بل بكل تأكيد حياة كاملة لدى ذويه ومحبيه. ربما ينتصر الحس الصحفي على صدمة الخبر فتجدون ننقل المعلومة ثم نبكي وكأننا أشخاصا أخرى. هل أسلم الفنان جورج وسوف على يد الفنان عادل إمام؟ تصدر وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف محركة البحث خلال الأيام الماضية بعد رحيله في سن صغير بسبب خطأ طبي تعرض له بعد خضوعه لعملية تكميم معدة في لبنان. تعيش أسرة الفنان السوري جورج وسوف حالة من الصدمة بعد رحيل وديع الابن الأكبر سلطان الطرب إثر مضاعفات عملية جراحية خضع لها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوديع وسوف قبل لحظات من إجراء العملية الجراحية التي رحل بعدها مباشرة، وظهر وديع بصحبة إحدى الفتيات وهم على الأرجح الطبيبة التي أجرت له العملية، وكان مبتسما ويبدو متحمسا للعملية، وهو يعد أمرا غريبا وغير مفهوم بسبب فرحته في الصور قبل العملية بدقائق معدودة والتي من المفترض أن يكون المريض في حالة تركيز. ابن عادل إمام يرد على حقيقة طرد عادل إمام من عزاء الفنان جورج وسوف. من هي ندى زيدان زوجة جورج وسوف؟ أحد التساؤلات التي انتشرت بالتزامن مع رحيل وديع نجد الفنان الأكبر وسط حالة من الحزن الشديد من ذويه ومحبيه بين أفراد أسرته وأصدقائه داخل وخارج الوسط الفني. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ندى زيدان ليست والدة الشاب المتوفي، بل هي الزوجة الثانية لسلطان الطرب. وكشف عن ما هي ندى زيدان زوجة جورج وسوف، نستعرض أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية حسب حساب رسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. من هي ندى زيدان زوجة جورج وسوف؟ ندى زيدان كانت هي الزوجة الثانية للمطرب اللبناني جورج وسوف، إذ انفصل بعد فترة من الزواج. من مواليد 1976 أي تبلغنا العمر 47 عاما، هي بطلة في رياضة الريالات ورياضة الرماية. ندى زيدان من أصل فلسطيني ولكنها ولدت في لبنان بعدما رحلت إليها مع أسرتها. عائلة جورج وسوف تخرج عن صمتها وتعلق على زيارة عادل إمام لهم. وجه النجم والجسار التحية لمصر وشعبها، مشيرا إلى أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية وارتبط بالدولة المصرية وشعبها منذ الصغر. وقال والجسار خلال مداخلة مع برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوه على قناة السي بي سي في حلقة اليوم التي قدمتها منى عبد الغني وهبة الأباصيري، أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار قائلا: أنا أعشق مصر منذ طفولتي وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل نجوم العمالقة المصريين. حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر. وأكد أنه يستعد حاليا لإحياء حفل فني خلال الأيام المقبلة في دولة الإمارات، مضيفا: أغنية الأخيرة لو تخاصمني حققت نجاحات كبيرة في الفترة اللي فاتت، والفترة اللي جاية عندي أكثر من حفلة في السعودية وجولة في أوروبا، هقدم حفلات في بلجيكا وفرنسا وهولندا وألمانيا. أخيرا جورج وسوف يتحدث عن حقيقة إسلامه.
كشفت الفنانة إنجي وجدان موقفها من عمليات تكميم المعدة وجراحات التخسيس، خاصة بعد وفاة نجل الفنان الكبير جورج وسوف عقب مضاعفات جراحية مشابهة. وقالت إنجي وجدان خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة ببرنامج الستات المذاع عبر قناة النهار: أوقات كتير أتخن وأخس، وطبعا فكرت في الجراحة وممكن أعملها، جراحة التخسيس مش عيب. وأضافت: الناس بتعتبر عمليات التخسيس قلة أدب، وفي ممثلين كتير عملوها وخبوا عن الجمهور. وتابعت: أنا أهلي أطباء وعملية التخسيس مش سهلة، وفيها بنج ممكن الناس تقوم منه أو لا، وده مع أشطر الدكاترة. هل ترك جورج وسوف المسيحية وأسلم بفضل الشيخ الشعراوي؟ لم يتمكن النجم جورج وسوف من كبت مشاعره في اللحظات الأخيرة من وداع لابنه الأكبر وديع، وانهار بشكل كامل أمام نعش الراحل ودخل في صدمة كبيرة. ووقف سلطان الطرب منهارا ويبكي بحرقة أمام نعش نجله بعدما ألقى نظرة الوداع الأخيرة عليه في كنيسة القديس نقلة في مسقط رأسي كفرون في سوريا، وشيع وديع في مأة من مهيب في لبنان قبل أن تنتقل العائلة لكفرون ليدفن في مسقط رأسه. وقد تم تجهيز البلدة بالورود وصور للراحل الذي توفي مساء الجمعة الماضية نتيجة مضاعفات عملية جراحية. بيان عاجل من أسرة جورج وسوف على خبر طرد عادل إمام. أعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها الشديد لراحل وديع وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية تكميم المعدة، وحرصت على تقديم التعزية لوالده. وقالت خلال فيديو له نشرته عبر حسابها على إنستغرام: مش عارف أوصف قد إيه الحزن على رحيل ابن الفنان جورج وسوف، أنا بعزيك في الغالي ابنك وديع يا أبو وديع، كلنا إلها ودي الحقيقة الوحيدة في الحياة، ويا رب على قد غلوته ويديك الصبر، قلبنا كله نار عشانك، وديته في مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير، ربنا يصبرك أنت وأمه وأخواته وكل الناس. أخيرا زوجة جورج وسوف تخرج عن صمتها بعد إسلام جورج وترك المسيحية. حرصت الفنانة فيفي عبده على تقديم واجب العزاء للمطرب جورج وسوف في رحيل نجله الأكبر وديع. وظهرت الفنانة في فيديو عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستغرام بدون مكياج قائلة: حزينة جدا لراحل ابن حبيبنا وحبيب العالم العربي جورج وسوف، وديع يا أبو وديع، معلش كلنا لها ودي الحقيقة الوحيدة في حياتنا، ربنا صبرك على ذر غلوته يمنحك الصبر، كلنا قلبنا في نار علشانك، ولا راح لمكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير، ربنا صبرك أنت وأمه وأخواته. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل أسلم الفنان جورج وسوف؟ لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.